لو رأيت أحدا يقطع رحمه متشغل بالدعوة والعمل الذي يكتسب منه الرزق وعنده طلاب علم، فمما تنصحني أن أقول أو لا؟ إزاي يكون رجل متشغل بالدعوة والعلم وهو قاطع لرحمه؟ ده لا يمكن، ده لا يمكن. فلو رحم دول كفار مشركين يعبدون اللات والعزى ما قطعه؟ هيقول المبتدعة وفسقة، حتى ولو كان مبتدعة وفسقة يصلهم برضه. ويدل هذه الرحم كما فعل أهل الخير والصلاح من الصحابة، بل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا كلام فاسد، ولابد أن يوجه هذا الرجل الذي يتنسم علما أو دعوة إلى أنه لابد من صلة الرحم، لابد من صلة الرحم. وطبعا الآيات والآثار والأحاديث والنصوص في ذلك كثيرة. هو حب الأم الكافرة أو الكافر، هذه من الموالاة المحرمة عن البر. لو إيه؟ لو الشخص المسلم وقبل أبوه أو أمه الكافر، هل هذا التقبيل لا بأس؟ لا بأس، أيوه نعم، لا بأس.